بسم الله الرحمن الرحيم، معاكو مس نيفين سعد من مدرسة المنتزه الخاصة علوم الصف الثاني الإعدادي. هناخد درس النهاردة درس المي لتانية إعدادي. نبدأ تدريبات الدرس الرابع درس المي. 1. أكمل ما يأتي. يستخدم الماء عالميا في مجالات 1. الصناعة. طبعا جميع الصناعات محتاجة مية عشان تقام الصناعة. والزراعة طبعا محتاجين مية عشان نروي الأرض الزراعية، من غير مية طبعا الأرض مش هتتزرع أصلا. والاستخدامات الشخصية بتاعتنا بقى، طهي طعام، استحمام، غسيل إيد، كل الاستخدامات الشخصية اللي الإنسان بيعملها طبعا محتاجة مية. يبقى تاني، يستخدم الماء عالميا في مجالات الصناعة، 2. الزراعة، 3. الاستخدامات الشخصية. السؤال التاني، يوجد بين ذرات الماء روابط تساهمية أحادية. أفكركم بقى، المية H2O فيها رابطتين تساهميتين أحاديتين، الزاوية اللي بينهم 104.5 درجة. يبقى قيمة الزاوية بين الرابطتين التساهميتين في جزيء المية 104.5 درجة، بينما يوجد بين جزيئات المية روابط هيدروجينية. طبعا الرابطة الهيدروجينية نوع من التجاذب الإلكتروستاتيكي الضعيف اللي بيبقى بين جزيئات بعض المركبات القطبية. 3. من خواص الماء الفيزيائية، انخفاض كثافتها عند التجمد. كثافة المية 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. كثافة التلج 92 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يبقى المية كثافتها أكبر من التلج. يبقى من خواص المية الفيزيائية انخفاض كثافتها عند التجمد. برضو أفكرك، لما الكثافة بتقل الحجم بيزيد، ولما الكثافة بتزيد الحجم بيقل، لأن الكثافة أخدنا في سنة أولى قانونها بيساوي الكتلة على الحجم، ففي علاقة عكسية بين الكثافة والحجم. يبقى من خواص الماء الفيزيائية انخفاض كثافتها عند التجمد. وعندنا كمان خاصية تانية، ارتفاع درجتي غليانها وتجمدها. درجة الغليان 100 درجة مئوية، بينما درجة تجمدها 0 درجة. وبالنسبة لباقي السوائل، هذه الدرجة سواء الغليان أو التجمد عالية جدا. برضو نعرف ليه درجة غليان المية وتجمدها مرتفعين قوي كده بالنسبة لباقي، إذا قورنت بالسوائل الأخرى، لوجود روابط هيدروجينية بين جزيئات المية هي اللي بتخلي درجة الغليان والتجمد مرتفعة. رقم 4، بلورات التلج بتكون سداسية الشكل وكثافتها للسائلين. كثافة التلج ايه؟ ها، اقل من كثافة المية. لو قال لي حجم هقول له الحجم اكبر، عشان قلنا ان العلاقة عكسية بين الكثافة والحجم. رقم 5، جهاز فولتامتر هوفمان مهم جدا. طبعا المية ما بتتحللش بالحرارة، ودي من نعمة ربنا، وإلا المحاليل اللي في جسمي كانت اتحللت كان هيبقى في مشكلة. طب المية بتتحلل بإيه؟ بجهاز فولتامتر هوفمان وبالاستخدام الطاقة الكهربية. تاني، يستخدم جهاز فولتامتر هوفمان في التحليل المية باستخدام الطاقة الكهربية. طبعا إلى غاز مين؟ أكيد المية H2O، يبقى أكيد إلى غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين. وإن شاء الله هتشوفوا الجهاز دلوقتي وهنشرح الجهاز كله في الأسئلة القادمة. رقم 6، أهو برضو سؤال يرتبط بنفس الجهاز. في عملية التحليل الكهربي يتصاعد غاز نقط عند المهبط، الهيدروجين H2، بينما يتصاعد غاز عند المصعد، يا ترى مين؟ الأكسجين O2. تاني، غاز الهيدروجين H2 عند المهبط، بينما يتصاعد غاز الأكسجين عند المصعد O2. الهيدروجين ضعف الأكسجين، يعني
لو الهيدروجين 6 حجمه 6 سنتيمتر مكعب، يبقى الأكسجين 3 سنتيمتر مكعب. طب الأكسجين 4 مثلا سنتيمتر مكعب، يبقى الهيدروجين 8 سنتيمتر مكعب، يبقى الهيدروجين ضعف الأكسجين، أو الأكسجين نص الهيدروجين في الحجم. يسبب التلوث 7، يسبب التلوث البيولوجي أمراض كثيرة. طبعا التلوث البيولوجي هو تلوث ناتج من اختلاط فضلات الكائنات الحية بالمي. يعني بقى أمراض بالهريسيا والتيفود والتهاب الكبدي الوبائي. طبعا هو عطيكي نقطتين أو عطيك نقطتين، احنا بنقول برضو بنراجع عن التلوث البيولوجي. التلوث البيولوجي كله هو اختلاط فضلات الكائنات الحية بالمية، بتسبب بالهريسيا وتيفوت والتهاب الكبدي الوبائي. 8، من اجراءات حماية المياه من التلوث كذا حاجة. اما خزنش المياه في زجاجات بلاستيكية، لان الكلور اللي محطوط في المياه للتطهير بيتفاعل مع البلاستيك مكونا مادة بتسبب لي سرطان. يبقى الزجاجات البلاستيكية ديت خطر جدا، وخاصة لما تتعرض للشمس، لأنها ببساطة ممكن تسبب لي السرطان. علل عدم تخزين الماء في زجاجات بلاستيكية، يبقى علشان منعا للإصابة بالسرطان، لأن بيها الكلور بيتفاعل مع البلاستيك مسببا السرطان. رقم 2، نشر الوعي البيئي عن طريق بقى التلفزيون، عن طريق الصحافة، عن طريق أي طريق، علشان نوعي الناس إنهم ما يرموش حاجة في المية، عدم صرف المخلفات المصانع ومخلفات الإنسان في الماء، عدم إلقاء أي حاجة في المية، لأن دوت هيسبب تلوث في المية وبيسبب أمراض كتير قوي. وأنواع التلوث إحنا عارفينها: تلوث بيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث حراري، ده طبعا تبع المفاعلات هنتكلم عليها دلوقتي، وتلوث كمان إشعاعي. السؤال التاني بقى، اختار الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية: حجم كتلة من الماء عند 30 درجة أقل من حجم نفس الكتلة عند 0. ليه؟ المية كثافتها فكرني، كثافتها أكبر يبقى حجمها أقل. التلج كثافته أقل يبقى حجمه أكبر. نرجع للسؤال تاني، يبقى حجم المية أكيد أقل من حجم التلج. السؤال التاني، زيادة تركيز نقط في مياه الشرب تؤدي إلى فقدان البصر. الزئبق تاني، عندي الزئبق فقدان بصر، عندي السرنيخ سرطان كبد، عندي رصاص تدمير خلايا المخ، يبقى زئبق فقدان البصر. طب لو قال لي الزرنيخ هقول له سرطان الكبد، لو قال لي رصاص هقول له تدمير خلايا المخ، وكل ده تلوث كيميائي نتيجة صرف مخلفات المصانع في مياه البحار أو الأنهار. يبقى احنا خدنا التلوث البيولوجي، تيفود، بالهريسيا، التهاب كبدي وبائي. التلوث الكيميائي كده 2، صرف مخلفات المصانع والصرف الصحي في المية. ولو زادت المية فيها نسبة الزئبق يؤدي إلى فقدان البصر، لو زاد الرصاص يؤدي إلى تدمير خلايا المخ، لو زاد الزرنيخ يؤدي إلى سرطان الكبد. رقم 3، يستخدم غاز نقط في تطهير المياه. طبعا الكلور بنطهر بيه المية ونحطها في إزازة بلاستيك، وبعدين تتعرض للشمس تسبب السرطان، يبقى بلاش الأزايز البلاستيك، نفضل أزايز زجاج أفضل بكتير علشان منعا للتفاعل. رقم 4، زيادة نسبة إيه للسايلينها، يلا بينا، سرطان الكبد، مين؟ الزرنيخ. وطبعا دي كلها عناصر كيميائية، لو صرفنا مخلفات المصانع وزادت النسبة دي هتسبب الأمراض السابقة اللي احنا قلناها. 5، استخدام الماء في التفاعلات النووية ينشأ عنه تلوث
حراري. انا باخد الميه عشان ابرد بيها المفاعل وبعدين ارميها تاني في الميه، ميه البحر او المحيط، فده يؤدي الى تلوث حراري. التلوث الحراري ان الميه درجه حرارتها ترتفع المستخدمه في المفاعلات النوويه، مما يؤدي الى انفصال غاز الاكسجين عن الميه، مما يؤدي الى موت الكائنات البحريه، وده تلوث حراري. التلاته، اكتب المصطلح العلمي الدال على ما ياتي. لسه قايلينها، نوع من التجاذب الالكتروستاتيكي الضعيف ينشا بين جزيئات بعض المركبات القطبيه، طبعا دي الرابطه الهيدروجينيه اللي موجوده بين جزيئات الميه. 2، رابطه كيميائيه برضو اهي نفس السؤال بين جزيئات الميه وبعضها البعض، برضو الرابطه الهيدروجينيه، يجيبها لي باي طريقه. ما يخضنيش ان السؤال اتكرر، اتكرر بطريقه مختلفه، بس في النهايه هي الرابطه الهيدروجينيه اللي احنا عارفينها. 3، جهاز يستخدم في عمليه التحليل الكهربي. لسه برضو قايلينها، الاسئله بتتكرر بس بطرق مختلفه. فولتامتر هوفمان. 4، مرض يسببه زياده عنصر الزئبق في الميه، برضو قلنا فقدان البصر. بشكركم جدا على استماعكم للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.